الكتاب يتكلم عن يوحنا المعمدان قال للمسيح هو ذا، أو قال للتلاميذ، تلاميذه بوجه أنظارهم على يسوع المسيح، هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. مفهوم الحمل برضو كمان يعني بعدوها أنه بنستخدم اصطلاحات يعني حيوانية حتى نوصف فيها إنسان، حمل الله. مش بس على فكرة في إنجيل يوحنا، حتى في سفر الرؤيا، سفر الرؤيا يوحنا الرائي اللاهوتي. لماذا سمي الحمل؟ لأن أول ذبيحة كانت حمل، لأن الفصح كان يقدم خروف الفصح، حمل الفصح. ولأن إشعيا لما جاء يوصف المسيا قال كشاة تساق إلى الذبح، منتهى الوداعة، ما بيقاومش، كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جازيها فلم يفتح فاه. لكن عايز أقول المسيح مش بس وصف بالحمل، برضو يعني أنبه المشاهد العزيز إذا كان واقع في الغلطة دي، المسيح وصف بالأسد. وأعتقد ما فيش عيب، احنا بنقول ريتشارد قرب الأسد لغاية النهاردة، فلما بنوصف واحد بأنه أسد ده مش إقلال من شأنه، وعايز أقول ولا الحمل إقلال من شأنه، لأن الحمل فيه صفات كثيرة جميلة، بل إني أكاد أقول إنه أحيانا حتى الحيوانات اللي احنا مش بنحبها أحيانا بتبقى أفضل من البشر. فيقول إشعياء واحد: الثور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، وأما شعبي فلا يفهم وإسرائيل لا يعرف. فإذا المسيح جاء في مجيئه الأول حمل لكي يرفع خطية العالم، يذبح عننا. لكن هيجي المرة الثانية باعتباره الأسد، ومن يستطيع أن يقف أمام بطش الأسد عندما يفتك بكل الأعداء؟